شاب سعودي يشتغل في ورشة ويداوم من الصبح لين آخر الليل، متخصص ويثبت أن السعوديين دايم قدها، وفنان زي ما يقول في الكوامبي كده، صح؟ جمع كامبي. أول شيء هذه خبرة قديمة فيني وهواية في نفس الوقت، شفت؟ والحمد لله درست تقنية سيارات مركبات على تخصصي اللي أنا بيه لي 3 أسابيع يمكن قريب، والحمد لله كان في قبول مرة قوي علي، والشعب السعودي داعم لي مرة، شوفت عينك السيارة والله إنهم يسلمون المفاتيح ويروحون. سهم يقول إن صملته دافع للشغل ويعمل يوميا ويستقبل كل السيارات. يجون السيارات واجد، سواء جيوب ولا صغيرات، بس اللي بالحيل فيه تويوتا بشكل عام. أحيانا يكون مشاكل مرة بسيطة تجيني هنا، حلها جدا بسيط حتى ما أخذ عليه شيء. جاني واحد غير فحمات، غير هوبات، غير عكوس، عنده صوت خشونة كلها لبيس، عنده معلق هو اللي طلع صوت الخشونة ويمسك السيارة. حليتها له ب600 ريال شراء القطع وركبت له 100 بس. سهم وجه رسالة للشباب والباحثين عن العمل وقال: واحد يشتغل ويشوف هوايته وشي ويصمم فيها، والشعب داعم مرة، شوفت عينك في الورشة. نجحنا في مقابلة سهم رغم ضغط العمل وازدحام الناس عليه، وسهم واحد من الشباب السعوديين اللي يجملوننا دايم. لأخبار 24، عبد المجيد الدلبحي، الرياض.